مانتا ويبشا جنوري تاي لبا ومالين ينوسو آدي أنا كفر حسني سنة كبلوغيسي وهايد مقالة جبوتي شروق السعودي لبدا مدحوينها جمهورية فترال كصوماليا هي مدحوينها صومالي لان لبوا افتيوي كله قامين ايين وفكر كي نسوق علي كوي صدن كي بشي بشم ديسمبر وها منا فرحت قليي وها إذا صور دوان شو وده هذا السدة عدنا الله وده هذا وذلك الصومالية وأدمودو سنة ضدن ضمبي إنه كلا فرير سنة إذا صور رورين تيس وأحبطا لك هذا لي ونادو غفر حنا وحنادي هذا غحمة هاي كودي جنوري لباكون لباتني أفر إنو إسو قادو وران آدي آد أوغن حي أو أه أدمودو دولة إيتوبيا أو سيدا إنو الله سعونو ولي غيد إيا اللهيد رادين إيسي إني قيب صوماليا كم إذا أيهش وأفر أفر حكم ويسقدم به منيلك وقرنجي قرنجي لواتنات بقر كنقضي وأها نينك الدولة الرسمية عصرها إثيوبيا كيرجلي كسو بلو وقت غاس ويكو حيكتي بغرطوية دي حيلة سلاس ويكو حيكتي تي منجستو حيلة ماريان ويكو حيكي كي ملس انتو با وحيكو تاميين اني قيب صوماليا هيلان غارهان بد بياد الدنيني وحان آدي آدو غحمهي شير للي هاي موسى سودي موسى بيحي ايو موسى بيحي ايو ابي احمد ايا ادي السبب كوي شيء او وركا عنيقا أفر ويروت وفا أحمار كو قرن أياني قوبر كاون صلاة دي مغربتو كدي شلي كو صور دعاي تلفون كيك وأفر ويروت أفر سنتيز وفا أحمار كو قرن وانا خريي وحي نغو نغطي معجزه يلا ياب هل كاس وحكو قرنيت إثيوبيا وحي هالشيء دكت ييالتي ما أي هالشيء وحير كرسي غايا وحير قدال بحي waxa yar idinku maasan kursiga ayaa gees u baxay raali hada gudoomiyaha hadal ku sii wadanaya idinku maasan oday dhacay uu ka soo qaada waxaan aad iyo aad uga xumaaday erayadii meesha ku qornaa
مد وحكولي هاي إثيوبيا أو سندبدان أو سندبدان دكت لأي دكت بيالتي و أرين آدي آد لوغان نحو وحكا لو لي هاي ردسي وحكا لي الباب أي هرمركين كالين وين كقادن هاي كان أفراد وحوها وحا أرما هاي جيس قاري برايم منستر كيتوبيا أبي أحمد يمد حوينها صومالي لاند مصبيح عبدي ووح لقيق يقصوده أد لو نقول نح وحن ليه هاي هرت مرك وجوه الرئيسة وحن ليه هاي مدحوينها جمهورية جيبوتي هي شعب كرو جيبوتي رالي النقطة رالي كا هذا تدال كيات سميسين هي هلك وحك صور دواقي إيه أن لقادن كريم وحن كلين ليه هاي بدا صوماليا ماها نيف حولها أوقف سوق كيسانية ماها بدا صوماليا ويكعو لستهيتا مرابو إنا قد بدا كده رادو وفتقي هل كان كتاقي إيا مدعوينة جبوتي إيا وفتقي كتاقي صومالي لان وحي أي نوصو سارين إيها صومالي إني وده هذا شو هشيسو سرونا وده هذا شو وقتها قادته آخر كان يكسو قبقب دون تيون صومالي أوميدا وحوية صومالي مكلا مارنتو مرنا مكلا تغيسو وحن ليها هاني قد بركة قد بدير وان جيدية مسكح ديدو بمانتو maskaxda idu ma keenin karto laakiin waxan leeyahay kolkan sida uu hadlaayo waxaan ogaahay oo si dhab ah u aqaanna rabitaanka Itoobiya ay rabto marna madaynayso yaani inay heesho bad iyo qayb Soomaaliya kamid waa fikirkooda Soomaali da wax weeye وحن قادن كرنا تاسي ماها مرنا مسور توبيسو إثيوبيانا ما قادن ايسو تاريخ ديننا وين اقنهي إنكي إثيوبيا وحن إنك الراعي مدى دير أحمد قري سيد محمد عبد الله حسن لحدن يافرتي تضباطن يتضباطي كل قد وتاريخ تالا oo Soomaaliya iyo Itoobiya dagaal ku dhaxmarayay oo rabitaankuna waa ha kaliya Soomaaliya ma ahayn weerarka ma ahayn waxa weerarku ka socday marka laga reebo 77-dii waa run inaga weerarku ahaa laakiin inta kale dhan iyaga ahaay waxa leeyahay marka Soomaaliya waa tii uu ma aha mid cusub ariga dad ma tantiin raaliga hada korkuun dheerada marabo oo socodan maanta halkan waxaynu fadhinaa dalkeena midnimadiisa iyo noloshiisa iyo wada jirkiisa ayaynu rabnaa aniga Cabdi Xaashi waxaan rabaa mowqifkaygu ma aha mid maanta waa laba kun labadii kun waxa laygu xiray Hargeys waxa kale layguma xirin waxa laygu xiray fikirkayga ayaan ka jeediyay shirki carta ama carta ma aha Jabuuti lixdan qof oo la talin weydiisanayay Ismaaciil Cumar Geelan kamid ahaa mowqifkaygiisana halkaasan ka cabdeeyay markaas
annaga oo saddexa waa kan nimid shirki oo aan xirmin baan kan nimid sababa anagu uga nimidna way iska jireeno kolka shirki oon la xirin ayuu ninkii guddoomiyaanna ahaa igaad shir ahaa tegay arrinaanan hadda waqtiga idinkaga qaadanaynaa dhacday halkanaan nimid annagoo saddexa hay-ad la yidhaaha life and beas ayaa shiri ku casuntay boorama layga soo xiray aniga ma rabo inaan ku dheeraado laakiin mowqifkan sheegay ee maxkamad laygu geeyey de wuxuu ahaa somalilaand way goosatay kolka qof kasta oo somalilandarihi shirka jabuuti hadduu tago waxa weeye waa dembiile somalilandarba mayhi baan idhaahno kuma dhalan ma degani goosasha soomaali kala godana ma ogoli taasaan bil iyo sagaal cisho ku xirnaa laakiin intaasoo dhan waxa fikirka halkaa yaalay wiilal i weydiinaya laba wiiloo dhallinyaro CID i weydiiyeen wuxuu ahaa ma adigoo sacad muuse ah ayaad leedahay somalilandar mayi sacad muuse waa loo dhashaa baan waa loo dhashaa sharcina igama qaadi karo imana siin karo haddaan austraaliya joogo dawaan ahaanayaa sacad muuse laakiin sharci wuxuu iga qaadaa ama u siiyaa qoomiyaddayda weeye soomaali baana aniga intaa ku xirmay intaasay ahayd maantana intii baan taaganahay waagaa sidaan uga imid waa labadii kun waan ka maqnaa in yar baan idin raacinayaa leesh taariikhdayda maanta inaan idiin sheego markii laysoo daayay bil iyo sagaal cishaan xilli kadib jiliba osoon ka tirsan oo la yidhaaha ree shirdoon ayaa qada ii sameeyey waxaa la yidhi jabuuti midnimo soomaaliyeed baa iska taagay halkaad ku xirnayd iyo halkanaan ku qadaynaynana 500 oo nin oo ree shirdoonaa ku dhimatay adna halkaasaad isla taagtay midnimo soomaaliyeed laba arrimood inay horta dhibi dhacday waan qirayaa maan laakiin laba arrimood baynu ku kala duwannahay waxaynu ku kala duwannahay idinku waxaad qabtiin shicibka koonfureed inuu idiin geystay dhibta annaa waxaan qabaa 60-kii dowladdii dhalatay oo tii cabdirashiid xukuumadii tii cabdirashiid tii cabdirasaaq tii maxamed ibraahim cigaar iyo tan ugu dambaysay maxamed siyaad inay idiin geysteen waxaad qabtiin xalkiina waxaad u aragtaan idin goosasho annaa waxaan u arkaa xalku inuuna goosasho ahayn dowlad caadila oo dadka soomaaliyeed cadaalad u samayso keliya haddii la heray noqonaysahay xaalkii goosasho kuma jiro intaas waxaa cigaal buu ahaa ninkii maxamed ibraahim cigaal baa madaxweyne ah waan kuu geynaynaaye halkan wax ka noqo maya haddaad kala wareegteen dembigu iga galay taariikhdaan u daynaya waana idinka tegayaa baan idhi waana ka soo dhoofay sidii baan uga maqanahay laakiin inay hagaagto nabad noqoto mid ahaato muddadii hadda ay nabad ahayd hadda inay nabadaas ku jirtaan u baahna in fikirkuna isbedelo waan u baahnahay oy midnimo timaado maantana waxaan qabaa de arrintani shicibka way xoojinaysaa way xoojin doontaa ee ma noqonayso arrin ay itoobiya sidaa bad soomaaliyeed ku qaadato raalliga ahaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane guddoomiye kusoo dhawo.